تمهلي يا ابنتي. سأحصل على المال إذا بعت صوف خروفي، صحيح؟ إن شاء الله. ماذا سأشتري؟ لم أملك مالا من قبل. انظر، يبدو متعبا. قالوا لي سيساعدك الناس في مكة. هذا صحيح. سهام، أبي، أين تذهبون؟ نؤدي واجبنا، هذا الرجل في حاجة إلى المساعدة. لكن ماذا عن خروفي؟ تذكري ما أمرنا الله تعالى به يا بنيتي، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. إذا لم نتبع أوامر الله تعالى فلن نكون أفضل من مشركي مكة الذين سكنوها من قبل. أتعلمين يا بنيتي، كانت مكة مختلفة فيما مضى. مئات الأصنام تحيط بالكعبة، والفقراء من أمثالي لا يحصلون على طعامهم إلا بشق الأنفس. تستحقها الآن. شكراً يا سيدي، ستسدد ما عليك. عندما يقرض الوليد المال ينتظر إعادته إليه مرة أخرى. لكن أهلي شائعون. لقد فات الأوان. أنت اقبض علي. أهلا بكم في مكة. جئتم من أماكن بعيدة. تذكروا، البركة على قدر العطايا. قدموا هداياكم والآلهة سوف تبارككم. ماذا؟ إليك أيتها العزة، أقدم لك كل ما أملك. دفعت لك لتنظفي وليس لتتعبدي. أترين ما أكثر الحجاج؟ أريد أن تلمع الآلهة كلها يا سمية. يا حبذا مكة من وادي، أرض بها أهلي وعوادي، أرض بها ترسخ أوتادي. لقد دفعت لك، فإلي بالجواب. صبرا يا سهيل، إذا تسرعت في استخراج السهم فلن تستفيد. أوه، اختيار جيد يا سهيل. امضي إلى حيث عزمت يا صاحب الحظ، فالسهم يقول ستحصل على ما تريد. إنك تعرف كيف تشتري العبيد يا أمية. أرجوك أعتقني يا سيدي، أرجوك. سأشتريه بلال. تذكر، إن يملك جسدك فلن يملك روحك، فالروح حرة. أنت تنحى عن الطريق. ارمي ثانية يا ولد، وتذكر، إن خسرت فستصبح ملكا لي. لا. أنت لي. شكرا لك. انهض وابتعد من هنا. انظروا ما أكثرهم، لم يأتنا كعددهم منذ سنين. آلهة العرب كلها في مكة. هذا ما يشغل أبا جهل، المال وتكثيره ولو من الحجاج. أجل، لابد أن نربح أكثر من الحجيج، أليس هذا هدفكم؟ أي كلام أسمع يا قوم. هؤلاء الحجاج جاءوا لزيارة الكعبة المكرمة. لقد كنا نفتخر بسقايتهم وتأمين المأوى والطعام لهم. ماذا أصابكم؟
أنتم تفتخرون الآن باستغلال إيمانهم وطيبتهم. أرى أنك تقصدني. اهدأ أبا جهل، أبو طالب كبيرنا. أجل، وهو أخي أيضا، ولكن هذا لا يعني أن نتهم بالجشع يا أبا سفيان. لولانا لما تمكن حاج من إتمام حجه. لا، لا أقدر أن أسمع هذه الاتهامات. هلما يا قوم، وسنعود إلى هذا الحديث يا أبا طالب. ينبغي أن تتغير هذه النفوس. لكن يا أبا طالب، التغيير قد يكون خطرا. لم يكن أبو طالب يعلم أن التغيير آت على يدي ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. نشأ يتيما ولم يسجد لصنم قط، وكانت حياته مثقلة بالمعاناة. حين بلغ الأربعين من عمره حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء خارج مكة، وكان يتعبد الله تعالى الليالي الكثيرة بعيدا عن الظلم الذي يحدث في مكة، وعما يفعله قومه من عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع، تاركين الدين الحنيف، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وبينما هو في الغار ذات يوم يتأمل ويتعبد، إذ جاءه الملك جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أخذه فضمه ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أخذه فضمه بشدة ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم أخذه فضمه ثالثة ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى الملك جبريل عليه السلام، ورجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفاً يرجف فؤاده. ومرة أخرى رأى الملك جبريل وقال له: يا محمد، أنت رسول الله إلى العالمين وأنا جبريل. حول بصره فرأى في كل جهة يقول: يا محمد، أنت رسول الله إلى العالمين وأنا جبريل. ثم أسرع إلى زوجته خديجة فقال: زملوني، غطوني. ثم أخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي مما رأيت. فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتساعد الضعيف وتعطي المحتاج وتقري الضيف وتعين على مصائب الدهر. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي وقد قرأ التوراة والإنجيل. يا محمد، أنت خاتم النبيين، وقومك سيكذبون رسالتك، سيخرجونك من مكة. لو أدركت ذلك اليوم لنصرتك. آمنت به زوجه خديجة وصدقت بما جاءه من الله تعالى، وكانت أول من آمن برسالته. وبعدها بدأ الناس يدخلون في الإسلام. الشائعات تكثر عن اجتماع أصحاب محمد سرا. أرجوك أبا جهل، ولكنه يدعو لأمر ما لم أعرفه بعد. خادمه زيد وابن عمه علي قد شاركه في أمره. ولما الخوف؟ أهله وبعض العبيد. لكن يجب أن نضع له حدا. ولماذا؟ حتى لا تضيع سيطرتنا. اسمع، لو كان أتبعه من الأغنياء وكان يعلمهم أشياء خطيرة لما ترددت عن إيقافه. لكنه محمد يا أبا جهل، الأمين الصادق.
واستمرت الدعوة إلى الإسلام سراً 3 سنين. وخلال هذه المدة يا بنيتي أصبحت مسلماً. ألسنا معرضين للخطر يا بني؟ اسمعيه يا أمي، هيا بنا يا جليلة، ادخلوا بسرعة، الناس اليوم أكثر من كل ليلة. جزاك الله خيراً. إلى أين تذهب كل ليلة؟ لأسمع كلام رسول الله. أي سعادة كانت تغمرهم، تلقوا دين الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، واستمعوا إليه يتلو القرآن الكريم أعذب كلام وأحلاه. قال لنا إن الأصنام مجرد حجارة لا تضر ولا تنفع، وإن الله تعالى واحد لا شريك له، هو رب إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وقال أيضا لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حر وعبد إلا بالتقوى. وتلا قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأمرنا الإسلام أن نكرم النساء وأن نعطيهن حقوقهن وأن نحسن معاملتهن، وعلمنا أن رسالتنا عمارة الأرض، وأن هناك يوماً يجازى فيه الناس على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. وكثيرون أسلموا في تلك الليلة ونطقوا بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لن تصدقني يا أخي، إنه يقول لا فرق بين الناس أمام الله إلا بالتقوى. لابد أن تأخذني إليه. أيقنت أنك ستقدر خطورة محمد. نعم أقدر خطورته، يجب أن نوقفه. لا يمكنكم أن توقفوا محمداً. ماذا؟ بلال ارجع، سيؤذونك. يمكنهم أن يؤذوا جسدي، أما روحي فلا. اترك روحك هناك إذن، واهرب بجسدك إلى هنا. وما الذي تعرف عن محمد؟ أشهد أنه نبي. نبي؟ أرأيت أفسد عليك عبدك؟ لن تنجو من عقاب الآلهة. محمد يقول آلهتكم مجرد حجارة. حجارة؟ مجرد حجارة؟ عبد يتجرأ ويقول إن آلهتنا لا تنفع؟ قولوا لي ماذا ستفعلون بمحمد وسخريته بآلهتنا؟ ابن أخينا يشتم آلهتنا يا أبا طالب. دعوني أكلمه وأسمع منه مقالته. افعل، لكن قبل أن ينفد صبرنا. لا تكبر الأمر، لا يستمع إليه إلا الضعفاء والعبيد. العبيد؟ أضف إليهم أحد سادات مكة، أبا بكر. أجل، صاحبه أبو بكر صدقه واتبعه. إنه رجل واحد. لا، إنها بداية النار في الهشيم، ويجب أن نطفئها. أجل، إذا استمر الناس في اتباع محمد فسيهجرون الأصنام ولن يكون هناك حجاج، وهذا يعني أمراً واحداً، لن يتبقى لنا شيء. رسول الله ينادي الناس. ماذا؟ هل حدث أي شيء؟ لا أدري، هيا سمية تعال إلى الكعبة. أسرع ياسر، تعال أسرع. ماذا يجري؟ لا أدري. إنه هناك، انظر الآن. أترين رسول الله؟ هناك، سوف يتكلم.
عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة، أرأيتم لو أخبرتكم أن الأعداء بالوادي سيهاجمونكم بعد قليل، فهل كنتم تصدقونني؟ نصدق كل ما تقوله يا محمد، ما خبرناك إلا صادقا. بعدها قال: يا أهل مكة، إني أحذركم عذابا شديدا إن لم تطيعوا أوامر الله، فأنقذوا أنفسكم من النار. ثم أخبرهم أن عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن الأصنام لا تضر ولا تنفع. ابن أخينا يسفه آلهتنا، أوقفه يا أبا طالب، تباً لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ الحمد لله، ما أصدق محمد. هل تصدقين هذا الرجل؟ نعم، من دون شك. إنه ينزل من الصفا، هيا بنا إليه. اخرجوا، كيف تعصون آلهتنا؟ اخرجوا من مكة، سنحميك يا رسول الله. أتجرؤ على شتم آلهتنا؟ نبي، خذ، ارحلوا. صابع، تكاتفوا، احموا رسول الله. بقوة، تماسكوا، لا تفلتوا أيديكم. لا تعجل يا بلال، إذا كان رسول الله قد جهر بدعوته فلن أتبعه إلا علانية. ماذا أرى؟ لا، لا أصدق، عبدي أصبح مسلما. ديني هو الإسلام وهو اعتقادي. دعني أحذر، أنت تظن أنك حر في دينك. أجل، إن الله قد خلقني حراً ولن أشرك مع الله أحداً. في هذه أنت مخطئ، ستعبد اللات والعزة، هذا ديني وأنت عبدي. أفهمت؟ هيا اكفر بدين محمد وقل إنك على ديني. قلها يا بلال، قلها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لنرى ماذا ستقول تحت العذاب. اكفر بدين محمد. بلال، أحد. لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. أكفر. أحد. أكفر. أمية، لقد أرسلني إليك أبو بكر، يريد شراء هذا الرجل منك بأي ثمن تريد. حسناً، 10 قطع ذهبية. تظن أنك ربحت. أخبر أبا بكر أن 3 قطع كثيرة في هذا العبد الحقير. لو طلبت 100 لدفعها لك. ما زال محمد مستمرا في دعوته على الرغم من تعذيبنا لأتباعه، لماذا؟ الإجابة واضحة، إنه القرآن. ماذا؟ تلك الأساطير المزعومة، ما هو إلا كذب اخترعه. علينا أن نقر يا أبا جهل، إنما يحمله هذا الكتاب ليس كذبا ولا أساطير، إنه كلام مبين مؤثر لا يصدر عن بشر. سحر؟ القول ما قلت يا أبا سفيان. حسنا، إذن علينا أن نقر
يوقف هذا الساحر عن إهانتنا واحتقار آلهتنا. أبا طالب، لا أحد ينكر فضلك. أنا الأوان لتضع حداً لما يجري. مصيرنا بين يديك. إنه محمد، أكاذيبه في مكة كلها منذ بضع سنوات أوقف الفتنة بينكم، وأنت مدحته يا أبا جهل. ألم ينقذكم منها عندما بنيتم الكعبة وحرص كل منكم على نقل الحجر الأسود؟ لا تنسوا أياديه التي كانت. لا يهمني ذلك أبا جهل. أوقف، وإلا أوقفته بنفسي. أخرج. تريد أن توقد نار الفتنة في قريش؟ اذهب. أنت ترى ما آلت إليه حالنا. لا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث. أرجوك تحدث إلى ابن أخيك. من أجل سلامة مكة سوف أكلمه. محمد، أغلق الباب وتعالى. اجلس إلي يا ابن أخي. تزعم قريش أنك تؤذيهم، وقد جاءوني أخشى عليك منهم. أنا شيخ كبير يا محمد، ولا أستطيع حمايتك يا ابن أخي. محمد، قومنا، قبيلتنا، أهلنا الذين عرفناهم طوال حياتنا، أيستحق أمرك هذا أن يموت بعضنا من أجله؟ أليس كذلك؟ أبعد عن قومك ما يكرهون. لا تحملني ما لا أطيق. لم أعد أحتمل. عندها نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء وبكى وقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا ابن أخي، قل وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. لن أتخلى عنك ما دمت حيا. يا بني هاشم، إنه ابن أخينا وواجبنا حمايته ومساعدته. لما علينا أن نعادي أهل مكة من أجل رجل واحد؟ لأنه ابن أخينا، ولأنه الصادق الأمين. تكلم حمزة العظيم. جيد أنك ماهر بالسيف يا أخي، لأن محمدا سوف يجبرك على استخدامه. أما أنا فلن أفعل. لن أعادي أهل مكة جميعا. قولوا إنه نبي يوحى إليه. محمد مستمر في دعوته على الرغم من كل ما فعلناه. أتوسل إليك أن توقفه قبل أن يدمر كل ما بنيناه. لقد أتى. إنه يصلي. ابتعد. أخرج. أخرج من بيتنا العتيق أيها الصابع. كيف تشتم آلهتنا؟ حمزة، عدت أخيرا. ما الأمر؟ لو رأيت ما لقي ابن أخيك، لقد أهانه أبو جهل وشتمه. وماذا صنع ابن أخي؟ لا شيء، تركه ومضى. حاول أن يصلي هنا اليوم فأسمعته ما يكره. حمزة، كيف تجرؤ على إهانة محمد؟ أتشتم ابن أخي؟ أنا على دينه، أقول ما يقول. لا،
لم أعرف أنك على دين محمد. أصبحت كذلك الآن. يا للخيبة، شرح الله صدري للحق وأذهب عني الشك وامتلأ قلبي باليقين، وقد جئتك لأعلن إسلامي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عذبوهم. توقفوا، أطلقوا سراحها. أين زوج ياسر؟ انسي أمره الآن، أكفري بمحمد واذكري آلهتنا بخير. هيا. لا لا، هيا. أرجوك يا أمي، قولي ما يريدون. أصغي إلى ابنك يا سمية. أخبرني بصدق يا عمار، هل تكفر بالله ورسوله لتحفظ حياتك؟ أنا وأنا لا أكفر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أتأتين بي؟ ستكون هذه آخر جنة تنطقين بها. أول شهداء في الإسلام. رحم الله ياسرا وسمية. الحمد لله، عمار حي، كيف حاله؟ رسول الله يشد على يديه ويواسيه، قد صار يخشى على حياتنا، وهو يأمرنا أن نستعد للهجرة إلى الحبشة. الحبشة؟ إن ملكها على دين المسيح، وهو عادل، سنعيش عنده بأمان إلى أن يأذن الله بعودتنا. نحتاج إلى مالك كي يساعدنا. اذهب يا بني، سنكون بخير. علينا أن نواصل السير لنبتعد عن مكة قبل أن يتنبهوا لخروجنا. علمت أنهم متجهون إلى الحبشة. قل لخالد أن يأخذ بعض الرجال ويقبض عليهم، ليعرفوا أننا لا نسمح بالتمرد في مكة، وأنهم أينما ذهبوا فهم تحت قبضتنا. أغلى عقد عندي صار لك، والآن كافئني على أحسنت، مكافأة سريعة. علمت أنا لك صلة بملك الحبشة. أجل، صداقة قديمة. جيد، هذه هدية له. ستحصل على نصيبك إذا استطعت إقناعه أن يسلمنا من هاجر إليه من أتباع محمد. إذا كان أحد يقدر فهو أنا. تسرني رؤيتك ثانية. هذه الهدايا كلها لك. كرمكم عظيم جدا يا عمر.
مقامكم أكبر من ذلك. علمت أنك أتيت من أجلي هؤلاء لتعيدهم إلى مكة. عصاة يا سيدي، لقد أفسدوا في بلدنا وسيفعلون الشيء ذاته عندكم. دعني أعدهم وأوفر عليكم ما تعبهم. يبدو لي أنهم مسالمون. لقد أوجدوا ديناً جديداً وأنكروا كل دين أهليهم. بماذا تجيبون؟ أيها الملك، أسجد للملك. نحن لا نسجد لأحد، نسجد لله. أرأيت أيها الملك، يعصونكم علانية. لا يهمني هذا، أريد أن أعرف حقيقة اعتقادهم بالله وليس بي. تابع. قبل أن نسلم ونؤمن كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا دعانا إلى عبادة الله وحده، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن أكل مال اليتيم وقول الزور والكذب وفعل الفواحش، وعلمنا أن نبذل أموالنا وأنفسنا وما أنعم الله به علينا لعمارة الأرض التي سخرها الله لنا وجعلنا مسؤولين عنها. إنما يقولونه هو ما علمنا المسيح. لا لا أيها الملك، إنهم لا يحترمون دينكم، وهم يقولون إن عيسى ليس ابنا لله، بل يزعمون أنه عبد. عن عيسى نقول ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم الطاهرة البتول. ما نؤمن به وما تؤمنون به كهذين النورين المضيئين، منفصلان لكنهما يخرجان من مصدر واحد. لن أسلمكم إليهم ولو بجبل من ذهب. أنتم أحرار والأمان لكم. أما أنت يا عمرو فخذ هداياك وعد إلى مكة. أبا الحكم، أبا الحكم، الثاني من الحجاج الأغنياء ظن أنه ما سيتغلبان علي في القمار، ربح كل ما معهم أبو لهب. أمر ما قد حدث. عمر بن الخطاب عدو محمد اللدود قد آمن به. عمر؟ عمر الشهيد؟ ابن الخطاب؟ أجل عمر، أجل. لا لا تقل. يقول إنه سمع القرآن وجد حلاوته في قلبه فاتبعه. أنا أعرف ماذا علي أن أفعل. اسمعيني أيتها الآلهة، نحن لا نستطيع إيقافهم، ربما تستطيعين أن... أصمت يا أبا لهب. اقطعي عنهم الأرض. ماذا تقول؟ هذه هي، لقد حللتها. أنا؟ سنقاطعهم كالمطرودين ونمنع عنهم كل شيء. عظيم، ثم يهاجرون وينشرون أكاذيبهم في كل القبائل. لن نسمح لهم بأن يغادروا مكة، سنبقيهم هنا يصيحون جوعا. الجوع؟ وكيف؟ نكتب صحيفة ونعلقها في داخل الكعبة، نتعاهد فيها على مقاطعة محمد وأتباعه وعشيرته التي تحميه من بني هاشم وبني المطلب. لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لا نبيعهم ولا نشتري منهم حتى يتخلوا عن محمد. Thank you.
غادر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى شعب أبي طالب، لأنهم لم يستطيعوا العيش في بيوتهم بعد تلك العزلة وذلك الظلم من أهل مكة. جزاك الله خيرا. عذرا، فليس هناك مزيد. ما زلت جائعة يا أمي. أعلم يا ابنتي أعلم. أبي، ألا نستطيع أن نلحق بمالك في الحبشة؟ لن يسمحوا لنا بذلك يا بني. ألا يعلم مالك بما يحدث لنا؟ لا أعلم يا بني، أرسلت إليه بالخبر. لا يمكن أن تغادر وحدك، تريث. لا أستطيع، فالمسلمون يعانون الجوع. هذا كل ما بقي يا عمار، لقد باعت خديجة كل ما تملك واشترت هذه المؤونة، لكنها لن تدوم طويلا. من كان يظن أن يدوم الحصار 3 سنوات؟ أعرف أنك تعلمنا الصبر، لكن صحتك تسوء يا رسول الله، ومع ذلك تؤثر الآخرين. أنني سأبلغ رسالته إلى قريش. تبدو متعبا جدا. أنا بخير يا بني. يحزنني أن أراك متعبا هكذا. أشك في ذلك، بعد أن أموت سيخلو لك الجو لتفعل ما تشاء، وقد تحاول القضاء على محمد، أليس كذلك؟ بلى، أصبت. حسناً، إذن ما أريد قوله ربما يعجبكم. إن محمداً قد أخبرني بشيء، إن كان كاذباً سلمناه إليكم لتعاقبوه، وإن كان صادقاً فستنهونه مقاطعتكم له وللذين معه. وما هو؟ وهذا، إن الله تعالى سلط على صحيفتكم التي علقتم في الكعبة حشرة أكلت جميع ما فيها إلا جملة واحدة: باسمك اللهم. فرج الله عنا همنا. تحسنت أحوال المسلمين بعد ذلك. جزاك الله خيرا. وأنت أيضا مالك. جليلة، تعالي بسرعة، زوجة النبي مريضة. خديجة؟ آه لا، اذهبي معها. ما
ماتت. خمس وعشرون سنة وهي معه في السراء والضراء، يسكن إليها، رحمها الله. سمي هذا العام عام الحزن لأن أبا طالب قد مات فيه أيضا. اقترب مني يا ابن أخي. سألتني قريش شيئا واحدا قبل أن أموت، عدني أنك سوف تدعوهم ودينهم وسيتركونك هم أيضا. لن نهاجمك أو نعاديك، هذا إن أوقفت دعوتك. عندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. هل سمعت؟ لقد وافق. ثم تابع قائلا: نعم، كلمة واحدة تعطنيها تملكون بها العرب وتخضع لكم بها العجم. عشر كلمات. تقولون لا إله إلا الله وتتركون ما تعبدون من دونه. يا ابن أخي، أتذكر كلمات جدك عبد المطلب عندما أحضرك إليه: سيكون لابني هذا شأن عظيم، وأنت كذلك، أنت كذلك. أخيراً جاء اليوم المنتظر، أصبحت الآن كبيركم. نعم، في الاسم فقط. ادعو نفسك ملكاً إذا أردت، لكن إياك أن تقف في طريقي. حسناً، دعنا نحل مشكلتنا الأهم. المسلمون؟ لا، محمد. اهدأ يا أبا جهل، إذا خانتنا السيوف فإن الكلام سينقذنا. شعراؤنا إنهم يحذرون الناس من سماع كلام محمد، حتى أبو لهب يفعل ذلك. احذروا يا حجاج مكة، ابن أخي ذاك ساحر كذاب، يقول إنه نبي، والحقيقة أنه يريد أن يجعل من نفسه ملكاً علينا جميعاً. عندما يشتم آلهتنا ويقول إنها كالحجارة لا تضر ولا تنفع، لا ينال منها فحسب، بل إنه يعيب آباءكم، يتجرأ عليهم ويصفهم بالجهل. أتحتملون إهانتي كهذه؟ يبدو أن التعذيب سيعود. هذه المرة لن يحمينا أبو طالب منهم، إلى من نلجأ؟ بلال، أليس كذلك؟ نعم، أنت البراء. حضرت في الموسم الماضي لأقابل رسول الله. من يثرب، تذكرت. جئت بصحبة آخرين وقد آمنا. أسمعت؟ 12 مسلما في يثرب. لا، بل المئات. نريد أن يهاجر النبي إلينا فنحن
تقل شيئا. سيقابلكم رسول الله عند شعب العقبة الليلة. يا رسول الله، نرجوك هاجر إلينا في يثرب. إن هاجرت إلينا سندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأهلينا، فلا تحرمنا الخير. اقبل دعوتنا، إن فعلت فلن نسلمك أبدا يا رسول الله. هل تأذن لنا بالهجرة يا رسول الله؟ وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من استطاع الهجرة فليهاجر. ولكني أخشى السفر في الليل. إذا سافرنا في الليل فلن يشعروا بنا. لما لا نغادر مع الباقين؟ حتى لا يكتشفوا أمرنا، قد يؤذوننا. هيا بنا. هاجر معظم المسلمين، ولكن محمدا ما زال ينتظر إذن ربه كما يزعم. والآن حان الوقت لكي نقرر ماذا علينا أن نفعل بمحمد. لنكبله بالحديد، بل لنطرده من مكة. أجل، عليه أن يرحل من مكة، فليهاجر إلى يثرب. نريد أن تكون مكة لنا وحدنا. ماذا؟ تريده أن يصنع لنفسه ملكا هناك؟ ماذا نفعل إذن؟ نقتله. لكن لا أحد يجرؤ على قتله، فعشيرته ستثأر له، سيقتلون قاتله. أرى أن تأخذ من كل قبيلة شابا قويا، ثم أعطوا كل فتى منهم سيفا صارما ليتوجهوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، وهكذا سيتفرق دمه في القبائل كلها فيضيع. في تلك الليلة أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فنادى صلى الله عليه وسلم ابن عمه علياً وقال له: نم في فراشي ولن يصيبك مكروه. إنه في الداخل، هل نبدأ؟ لا، سننتظره حتى يخرج من أجل الصلاة، عندها. بعدها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وأخذ الله أبصار قريش فلم يروا. ثم خرج وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى أبي بكر واختبأ في غار بجبل ثور أسفل مكة. أنتم تنتظرون محمداً؟ لقد خرج منذ زمن طويل. غير معقول. أين ذهب؟ 100 ناقة لمن يأتي بمحمد، انطلقوا. هيا.
كل الثقة. بعد قليل ستصبح 100 الجمل ملكا لي. هو في الداخل. لم تعد هناك آثار. صاحبكم في الغار. لم يدخل للغار أحد. ألا ترى خيوط العنكبوت وعش الحمام؟ أنت أحمق. قبل أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقف يتأمل مكة من بعيد ويستعيد ذكرياته فيها، ثم قال يخاطبها: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ألا ترون أنه قد تأخر كثيرا؟ بلى قد تأخر. ترى هل قبضوا عليه؟ لم يقبضوا عليه، سيأتي إلينا إن شاء الله. قد أتى رسول الله. كانت الحياة مملوءة بالعمل، والسعادة تغمر الجميع في يثرب التي سميت المدينة. انتبهي إلى معلمتك. هادي، سأبقى لمساعدة أبي على بناء المسجد. الدروس أولاً، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. حسناً. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي، تريد أن أبقى بعد دروسك؟ حسناً. وسيجنبها الأتقى. نجحت. هذا رائع. هل أستطيع الذهاب الآن؟ نعم يا بني. يجنبها. وسيجنبها الأتقى. هذا لمعلمة أولادي. جزاك الله خيرا. يا رسول الله، دعني أحمل عنك أرجوك. حان الوقت لك لترتاح. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكتب صحيفة حدد فيها نظام حياة المسلمين وعلاقتهم بغيرهم. وكان المسجد الذي بناه المسلمون مكان اجتماعهم وعبادتهم. الله أكبر. الله أكبر. الله ما الأمر؟
إنه يدعونا إلى الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أمي، هل نحن أسعد الناس على الأرض؟ وماذا تعتقدين؟ أظن ذلك. نحن كانت أجمل أيام حياتنا تلك التي عشناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد انتهينا، جمعنا كل ما تركه أصحاب محمد وراءهم. جيد، سأخذها معي في قافلة الشام وأبيعها كلها، أصبحت ملكنا الآن. إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في قافلته المسافرة إلى الشام ويأخذ ثمنها، ثم يعود به إلى مكة ليوزعه في قريش. يا رسول الله، أرجو أن تأذن لنا أن نستعيد أموالنا. ولما عاد أبو سفيان من الشام قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه قافلة قريش، اخرجوا إليها لعل الله يمنحكم إياها. خرج محمد على رأس جيش لمهاجمة قافلتك، انطلق إلى مكة واطلب إليهم إرسال جيش لحماية أموالهم بسرعة. سنغير طريقنا ونتجه نحو البحر. سيغادر الجيش اليوم وأنت سترافقه لتقاتل مكاني. لن أفعل. قاتل مكاني ولك علي أن تعود حرا. أرفض ولك علي أن أقتلك حالا. ولكن أنا ما هذا؟ أخيرا تقدموا. أبو جهل على مسافة يومين من معسكر المسلمين، أخبره أنني نجوت من الخطر وليعد أدراجه. ولكن عددنا يفوقهم بثلاثة أضعاف. ليس كافيا، تذكر أنه سيقاتل محمدا، اطلب إليه أن يعود إلى مكة. لا ولات، لم أتي إلى هنا لأعود خائبا. لا، ليس قبل أن أقتل محمدا. علم صلى الله عليه وسلم أننا نواجه جيشاً من 1000 مقاتل، فدعا أصحابه وقال: أشيروا علي أيها الناس. والذي بعثك بالحق، لو قاتلت في البحر لقاتلنا معك. عندها قال صلى الله عليه وسلم: سيروا على اسم الله عز وجل وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، القافلة أو النصر. ثم سار بنا حتى لقينا جيش المشركين عند آبار بدر. احموني جيدا، لا تبتعد عني مهما حدث، وابحثوا لي عن بلال. عبيدة، علي. Oh!
تقدموا! يقاتلونك الأسود. بلال أمية الله أكبر. لقد هربوا. أبو لهب، لقد عدت. لقد أديت ديني الآن، وبقي شيء يجب أن تعلمه. كان الله يقاتل مع ابن أخيك. ساعدني، أرجوك ساعدني، أرجوكم. الأحمق الطائش، أمرته أن يعود. لم تنتهي الحرب. هذا لا يهمني، خسرنا المعركة الأولى، سيظنون أن الله قد نصرهم. ستذكرون ما أقول، ما أرانا سنغلبهم بعد الآن. إنه رجل كغيره. لا، أنت رجل كغيرك، لم يعد محمداً الذي تعرفونه. فلتشهد علي الآلهة، سأستخدم هذه الأموال كلها لأثأر منه. سأشتري الجيادة والأسلحة ليعلم من هو الأقوى. المشركون جمعوا لنا جيشا من 3000 وهم يقتربون، فماذا نفعل يا رسول الله؟ استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل ينتظرون في المدينة أم يخرجون لقتال أعدائهم؟ فاتفقوا على الخروج والجهاد، ثم استعدوا للمعركة، والتقى الجيشان عند جبل أحد. مستعدون يا رسول الله. رسول الله يأمركم ألا تتركوا أماكنكم، سواء انتصرنا أم هزمنا، حتى يرسل إليكم. احموا ظهورنا. حمزة استشهد، حمزة الله أكبر.
المشركون ينهزمون. لا تهربوا، قاتلوا قاتلوا. توقفوا، عودوا وقاتلوا. انتصرنا. علينا أن نتراجع. لا، ليس بعد. انظر، أين تذهبون؟ إلى الغنائم. لا، أمرنا النبي ألا نبرح. لكنهم يهربون. انتهت المعركة. عودوا الآن. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك نفسي. إلى الجبل، تراجعوا. ماذا تقول؟ حقا ما قيل؟ قتل محمد؟ وقع أرضا أمام عيني. أعلو هبل، يوما بيوم، اليوم انتصرت آلهتنا. الله أعلى وأجل، قد نال الشهداء في الجنة. آمنوا بما شئتم ما دام محمد قد مات. محمد حي. هل يسمع كلامي إذن؟ الحرب بيننا وبينكم سجال، إن لم يقتل اليوم سنقتله غدا. محمد حي؟ وأخيراً أخذت مكة بثأرها. هيا يا أبا سفيان، تعال وقف معنا، الناس يهنئوننا بالنصر. محمد حي. وماذا في ذلك؟ قتلنا 75 آخرين، تعال واحتفل معنا. كيف يمكنكم أن تحتفلوا؟ أنسيتم كلمتهم التي صمت آذاننا؟ محمد حي. تغيرت الأمور الآن، لم تعد المعركة بيننا وبين محمد وحده. لا، لن يغمض لنا جفن ولن نرتاح حتى نحرض العرب كلهم ضده، وتتحول كلمة محمد حي إلى كلمة قد مات محمد. والإسلام يموت، لن يبقوا أحياء أبدا. سأبذل كل ما أملك لأضع نهاية لمحمد. 10,000؟ لقد هزمنا من هم ضعفنا أو حتى 3 أضعافنا، لكن 10,000؟ لا أعتقد أننا سنهزمهم، سيدخلون المدينة من كل الجهات. ما قولك يا رسول الله؟ في بلادنا كنا إذا حاصرنا العدو نحفر له خندقا حولنا. نعم. Thank you.
ما هذا؟ لم أرى خندقا كهذا في جزيرة العرب من قبل. أرى أن ننتظر و... ابحثوا عن أضيق ممر واعبروا منه. هيا. حاولوا، ولكن اشغلوهم من مكان واردموا معبرا من مكان آخر. أسابيع ونحن نحاول، لقد يأس الرجال. تكلم معهم إذن. أنت متحدث بليغ، أثر حماستهم، ادفعهم على القتال. لن ينفع هذا الآن، هم يعتقدون أن الله مع المسلمين. هكذا إذن، استعدوا لهجوم أخير من كل الجهات. غدا بكل رجال سنحصدهم عن بكرة أبيهم. بمشيئة الله، فقط القليل قادرون على عبور الخندق وسوف نصدهم، ولكن إذا تغلبوا علينا ودخلوا الشوارع نرميهم بهذه من النوافذ. أحسنت. يا جاب، أنا خائفة. لا تخافي، إن الله سينصر دينه. أغلق الباب خلفنا جيدا. آن الأوان لكي تثبت أنك الأقوى. في تلك الليلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اقهر كل من يقف مع محمد واقتله، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. جمعت من أجلك عظماء العرب، فلا تتخلى عنا يا هبل. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. We'll be right back.
بعيد عني يا هبل. نصرنا الله تعالى. وفي أواخر السنة السادسة للهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رأيت أني أدخل الكعبة وفي يدي مفتاح. ثم طلب إلى الصحابة أن يتجهزوا لأداء العمرة والطواف حول الكعبة المشرفة. قادم إلى هنا ومن دون سلاح؟ يعلم أننا لن نؤذيه في موسم الحج، ستصبح جزيرة العرب كلها ضدنا. فكروا، قولوا شيئا. لا شيء يمكننا فعله، لندعهم. ماذا؟ من العار أن يدخل محمد إلى مكة. انتهى الأمر، انتهى. سأرسل سهيلا يعطيهم وعودا كما يريدون على ألا يدخلوا إلى مكة. نعرض عليكم صلحا بيننا نضع فيه الحرب، نعدكم أن نكف أيدينا عنكم على أن تكفوا عنا 10 سنين. لنا فيها أن ندخل مكة ونطوف بالكعبة. ومن قال غير هذا؟ بدءاً من العام المقبل. عدتم من دون أن تدخلوا مكة؟ سندخلها العام القادم وفي كل عام بعده 10 سنين. أجل، وسنبقى 3 أيام كل مرة. 10 سنوات من الهدنة، 10 سنين. نعم، وعلينا أن نبلغ فيها رسالة الإسلام. عمرو، لماذا أنت ذاهب إلى المدينة؟ لأرى محمدا. لماذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ أعلن إسلامي. ظننتك تريد قتله. أنت تدافع عنه؟ لا يمكننا أن ننكر أكثر، إنه رسول الله حقا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت يا محمد رسول الله. الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. قتلوا حلفاءنا، لقد نقضوا عهدهم. عندئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد حان لفتح مكة. نعم يا رسول الله. Thank you.
مستعدون يا رسول الله. إلى مكة! أخبر العباس أن يستأذن لي بلقاء محمد، لقد حسمت أمري. حضرت لأتكلم مع محمد. أظهر سلاحك، هاته. لقد استأذن لي العباس بلقائه. وهل أذن لك رسول الله؟ جئت مسالما. دعوه، لقد أذن له النبي. أشكرك. سامحنا، قسونا عليكم وظلمناكم، عذبنا، قتلنا، سرقنا، ولكن لا يمكن لنا أن ننكر أكثر. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون مكة بسلام، وسوف يطوي الإسلام عصر الحقد والجهل، وتعيش مكة في أمان. وأنا متأكد من ذلك، وأشهد أمامك أنه لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله. سأهيئ مكة. أنا سعيد، فعلى الرغم من كل ما فعلته ما زلت أقول محمد حي. من ظلام الشرك إلى نور الإسلام الساطع. الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله. الحمد لله، رجعنا أخيرا. الحمد لله. وهكذا انتصر الإسلام يا ابنتي، وقد بذلنا أغلى ما نملك لنصرته. وبعد بضع سنين في المدينة المنورة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عن 63، وحزن المسلمون لفراقه صلى الله عليه وسلم
ولم ينسوا رسالته. ليتني قابلت رسول الله، ليتني استمعت إلى كلامه. نعم، لكن تعاليمه بيننا. أين ستذهب الآن؟ لا، لا أعرف. أنا أعرف، تبقى هنا وتعمل في مكة. ماذا يمكن أن تعمل؟ ما أجملها! مهارتي في صناعة السجاد لا تقارن. لا، لكن لا أملك الأدوات والصوف. إذا وجدنا الصوف فيمكنه استعمال نولنا. أجل، هذا صحيح. عما، يمكنك أن تأخذ صوف خروفي. لا، إنه لك. لا لا، أصبح لك الآن. هيا، سنجز صوفه في السوق.